أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاءتني رسالة مغلفة من بلادنا وفيها صور لأبنائي في تلك البلاد، وطلب مني أن أوصلها إلى زوجتي، فهل يجوز لي أن أوصل هذه الرسالة مع أن فيها صور؟ الرسالة أوصلها، أما الصور فمزقة، لا يجوز تناقل الصور إبقاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور.